انت يا سكندر التحرير يا فجر النضال، دورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال، تسحق الباغي تدك الظل تاتي بالمحال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء سبتمبري مجيد، تطل علينا الذكرى والعيد 57 لثورة 26 من سبتمبر، تطل علينا واليمنيون يعيشون النضال بكل تضاريسه وتفاصيله وتضحياته. يخوض اليمنيون معركة الثوار الآباء لاجتثاث مخلفات الإمامة الخبيثة التي أطلت بقرونها الشيطانية من جديد عبر نكبة 21 من سبتمبر، تمارس بشاعة الإمامة الكهنوتية وقبحها وحقدها الدفين للإنسان اليمني وللهوية الوطنية. يقاوم اليمنيون مخلفات الإمامة بإرادة لا تنكسر وبإصرار عنيد للنصر وبناء اليمن الذي بذل من أجله الآباء الغالي والنفيس، ويبذل في سبيل استعادته الأبناء كذلك. ونحن نرقب احتفاء اليمنيين بثورة 26 من سبتمبر، يتعزز لدينا الإيمان بروح سبتمبر وقيم سبتمبر وأهداف سبتمبر المجيدة ومسارها النضالي. تترسخ لدينا ضرورة طمس معالم الإمامة الكاذبة الخاطئة وإلحاق الهزيمة الأكيدة بمشروعها العنصري السلالي الخبيث. ثورة 26 من سبتمبر دلالة الاحتفاء وتضاريس النضال، هو عنوان تغطيتنا الخاصة للذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر العظيمة، هذه الثورة التي ألحقت الهزيمة بالإمامة الكهنوتية، وما زال الأبناء يخطون طريق النضال على درب الآباء. إذن نغطي هذه الثورة ووهج الثورة واحتفاؤها وفرحتها وبهجتها، ما زالت حاضرة في كل قرية وفي كل سهل وفي كل مدينة وفي كل جبل وفي كل جبهة. ها هم اليمنيون يعودون ويحتفون بهذه الثورة، يتذوقون رونقها، يتذوقون عظمتها وقيمها ومبادئها أيضا، ويناضلون من أجل انتصارها واستعادة الدولة. نبدأ من تعز، هذه المدينة وهذه المحافظة التي كانت وهج سبتمبر والنضال الوطني، حيث نتابع مراسم إيقاد الشعلة للعيد 57 لثورة 26 من سبتمبر. تعز لا زالت على العهد، وفية لثورة سبتمبر، وفية لحرية الإنسان. شبابها يحبون سبتمبر بثواره وأهدافه، ويعشقون الذكرى بخروجهم كل عام لإيقاد الشعلة ودعم الجيش الذي يرون فيه حاميا لثورتهم. تحية إجلال وإكبار لشعبنا اليمني العظيم الصابر المرابط رغم صعوبة ما يمر به من عناء وآلام في اليمن كافة وفي محافظة تعز على وجه الخصوص. تحية تقدير واحترام لقيادتنا السياسية والعسكرية ممثلة بقائد السفينة في الأمواج العاتية فخامة المشير عبد رب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس اليمن الاتحادي الكبير ونائبه ورئيس حكومته ومحافظنا المحترم. وتحية لمن يعمل من أجل نصرة قضية اليمن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية. تحية خاصة لكم أنتم أبناء محافظة تعز. الله
شعلة سبتمبر ستحرق الطغاة وستحرق الجهل والتخلف والاستبداد، وستضيء الطريق لكل الأحرار في تعز وغيرها من المحافظات اليمنية. ثورة 26 سبتمبر هو يوم وطني عظيم تاريخي، غير مجرى حياة الشعب الذي كان يحكمه الأئمة الكهنوتيين في الجبروت وفي الطاغوت وفي السجون، جعل الشعب هذا محاصرا ومنحازرا عن العالم. تقليدا سنويا ترسخ من عام 2011 ميلادية أن توقد شعلة الثورة 26 من سبتمبر في تعز، بدأت من قبل شباب الثورة ثم تحولت رسميا إلى الجيش الوطني حامي حمى الوطن والشرعية. فقد أشعل شعلة سبتمبر في ذكراها 57 قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري. إذن كانت هذه تعز وهي تتلو تراتيل الثورة وتبتهج بأهدافها وقيمها ونضالها، هذه المدينة التي أيضا ما زالت تعاني الحصار والقصف والإرهاب من مخلفات الإمامة. ينضم إلينا من تعز العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تعز. مرحبا بك سيادة العقيد. سيادة العقيد، رأينا احتفاء تعز بالعيد 57 لثورة 26 من سبتمبر. ماذا يعني هذا الاحتفاء في وقت تواجه تعز أيضا عدوانا لمخلفات الإمامة، تكافح تنافح وتسعى أيضا مع اليمنيين في ترسيخ مدامك الدولة والانتصار لهذه الثورة العظيمة؟ كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام والتمجيد لك أخي الكريم وللمشاهدين، ومن خلالك أيضا ومن خلال قناة سهيل نرفع التهاني والتبريكات للقيادة السياسية والعسكرية بعيد الأعياد، عيد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر الخالدة. وأيضا التهنئة موصولة للمرافقين في كل الثغرات وفي كل ميادين العزة والشرف والكرامة في ربوع وطننا اليمني الكبير. الحقيقة سبتمبر لم يكن يوما عاديا، سبتمبر كان فرقانا بين عهدين وبين ثقافتين. لم يكن مجرد ثورة على نظام سياسي فاسد ومستبد فحسب، بل كان ثورة ضد الكهنوت وضد الفكر الإمامي الطائفي العنصري البغيض، ضد التخلف بكل معانيه. كان لتعز في ثورة سبتمبر كما يقول المؤرخون أكثر من 70% من أحرار سبتمبر 62 كانوا من أبناء تعز. أيضا كان لتعز في كل المحطات التاريخية والثورية أدوار غير عادية. اليوم تعز تجدد الثورة، اليوم تعز تجدد عنفوان هذه الثورة. في تعز أخي الكريم تنتهي المشاريع السلالية والطائفية، في تعز تذوب المشاريع الصغيرة كما يذوب الملح في الماء. هذه الحقيقة التي خرجت جماهير تعز اليوم الغفيرة، وبالأمس أثناء إيقاد الشعلة خرجت تؤكد هذه الحقيقة، وتعز تؤكدها بين الحين والآخر في كل مناسبة وطنية وفي كل ذكرى ثورية تخرج حشود تعز وتخرج جماهير تعز وكأنها الذكرى الأولى لها، تخرج في سبتمبر في مايو عيد الوحدة، في فبراير ثورة الشباب، في أكتوبر المجيد، في نوفمبر الاستقلال، تخرج الجماهير تهتف مرة أخرى وترفع الهتافات المدوية وتحيي قيم النضال وتحيي الروح الثورية والوطنية من جديد. لم تمل تعز هذه المسيرة طوال السنوات، لم تمل تعز حتى من كثرة العراقيل وكثرة المشاكل التي فيها، لكنها لا تتوقف عن الهتافات الثورية، لكنها تؤكد على المضي قدما لاستكمال الأهداف، لاستكمال تطلعات الأجيال، لتحقيق أهداف ثورة سبتمبر على أرض الميدان. اليوم التحدي
الحرب الكبيرة أن تتحول أهداف سبتمبر إلى الميدان بعد 5 سنوات من نضال أبناء سعد وأبناء اليمن عموما ضد مخلفات الإمامة والاستعمار الذي عادوا بوجوههم الكالحة وبممارساتهم الشنيعة والبشعة. عادوا اليوم سواء في صنعاء أو في عدن أو في غيرها، عادت هذه الوجوه وكان هدف الثوار القضاء على الاستعمار والإمامة ومخلفاتهما. هذه هي المخلفات التي تعود اليوم وتتحكم اليوم. التحدي هو أن نحول أهداف الثورة إلى الميدان وإلى برنامج عملي وإلى أمور تشاهدها وتلمسها الجماهير. اليوم الأعداد الغفيرة خرجت في تعز وشاركت بكل حماس وهتفت للثورة وهتفت للجمهورية وهتفت للشرعية وخرجت بالأمس في إيقاف الشعلة وستخرج في الغد في ثورة أكتوبر. وهكذا هذا الانتفاض الجماهيري، هذا المهرجان الشباب الشعبي، هذه الهتافات تزيد من عزمنا من إصرارنا على مواصلة السير حتى نهاية الطريق. لابد أن نسير حتى نهاية الطريق الذي شقه وارتضاه الآباء المناضلين الثوار والأحرار، ولن نحيد عنه ولن نتراجع عنه، وهذا عهد قطعناه. إما أن نعيش أحرار ثوار مستقلين، وإما أن نموت في خنادق المناضلين، وإما أن نموت شهداء في تربة يمن الطاهر. وبإذن الله أن تتطهر تربة اليمن من أرجاز الطائفية والإمامية ومن كل الأفكار تستعبد الناس وتذلهم وتكرس فيهم ثقافة الاستخفاء وثقافة التدجيل. نعم، العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن توجيه للتوجيه المعنوي لمحور تعز، كنت معنا، شكرا جزيلا لك، وشكرا لتعز الثائرة الحرة الأبية. اليمنيون أيضا احتفوا كل بطريقته، احتفى اليمنيون سياسيون ونشطاء ومواطنون كل بهذه الثورة العظيمة، تذكروا هذه الثورة بتضحياتها برموزها بشبابها. لنقرأ بعض التعليقات أو بعض التغريدات والمواضيع التي تحدث بها اليمنيون احتفاء وإجلالا لهذه الذكرى ولهذا العيد العظيم ولهذه الثورة العظيمة التي صنعت اليمن والتي استعادت اليمن من براثن الإمامة الكهنوتية. لنبدأ بالفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية، يقول: إننا نعيش ذكرى الثورة اليمنية لنتذكر بفخر واعتزاز أهدافها العظيمة التي صاغها الآباء المؤسسون، وفي مقدمتها التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما. ونتذكر أن جيل سبتمبر ملتزم باحترام مواثيق الأمم المتحدة والعمل على إقرار السلام العالمي. يضيف النائب، يقول: تمر الأحداث على شعبنا اليمني لتثبت أن ثورة 26 من سبتمبر المجيدة التي أنجزها شعب اليمن كانت حدثا خالدا غير مجرى التاريخ، وأعاد لشعبنا شمس أمجاده التي انكسفت زمنا طويلا بفعل التردي المريع والتخلف الذي صنعته الإمامة كدين وثقافة ومنظومة تسلط فرضته على أبناء الشعب. أيضا يضيف نائب رئيس الجمهورية في أيضا في تهنئته بمناسبة هذا العيد، العيد 57، يقول: ها هي العودة الآثمة للإماميين الجدد اليوم بصورتها الراهنة وبثوب ميليشيا الحوثي، تعيد إلى أذهان اليمن تلك الفصول المظلمة، وعاد معها النهب والفيد والتجهيل والدجل والتفجير والتدمير والاعتقالات التعسفية وتكميم الأفواه ومعاداة كل ما يتصل بتاريخنا المشرق وحضارتنا اليمانية العريقة. الصحفي رشاد الشرعبي أيضا كتب، يقول: الثورة فعل مستمر ولا يتوقف إلا بتحقيق كامل الأهداف المعلنة وترسيخ الوعي وتحول ثقافة الثورة وقيمها إلى سلوك على الأرض وفي إطار المجتمع وأداء الأفراد. ولذلك أنا أعتقد أن ثورة 26 من سبتمبر 1962 كانت هي مجرد انطلاقة يمنية لمحو العار الذي لحق باليمن واليمنيين. محمد البيل كتب أيضا
في هذه المناسبة، يقول: كادت تخبو ثورة 26 سبتمبر وأهدافها، حتى عادت بقايا الإمامة ظانة أن الفرصة أصبحت مواتية للانتقام من سبتمبر والإجهاز على ما تبقى من أمال سبتمبرية. فكانت هذه العودة الإمامية هي جرس الإنذار الذي استفز اليمنيين، فعادوا إلى سبتمبر يتحسسوا أهدافه. يضيف أيضا محمد البيل في موضوع له عن هذه المناسبة العظيمة: اختيار الإماميين لشهر سبتمبر من أجل إسقاط صنعاء لم يكن اختيارا اعتباطيا بل قصدا انتقاميا، لكن هيهات أن تخبو جذوة سبتمبر أو تنطفئ شعلته، ونحن كما وصفنا أبو الأحرار الزبيري: ونحن شعب أبي مارد شرس. أما الفريق الركن محمد المقدشي وزير الدفاع يقول: مثلت ثورة سبتمبر المجيدة أهم حدث في تاريخ اليمن، وكانت تحولا جذريا وجوهريا في حياة اليمنيين، إذ طوت عقودا مؤلمة ومظلمة من القهر والفقر والتخلف، وكانت فاتحة للانتقال نحو أفاق الحرية والكرامة واستعادة الهوية اليمنية وإعادة الاعتبار للإرث الحضاري الضارب في أعماق التاريخ والجغرافيا. أيضا إذا ينضم إلينا ينضم إلينا من سفيرنا سفير اليمن في ماليزيا الدكتور عادل بحميد. الدكتور عادل، أيضا هناك نصيب وافر لهذه الثورة من الاحتفاء والفرحة والبهجة واستذكار قيمها وأثارها، أيضا تقوم بها دبلوماسيتنا في الخارج، سفاراتنا. ما الذي يجب على سفارات بلادنا ونحن نحتفي بهذا العيد في وقت أيضا تعاني اليمن ردة سياسية وعودة لمخلفات الإمامة للانقضاض على أحلام وتطلعات وأهداف سبتمبر ونضالات اليمنيين من أجل هذه الدولة ومن أجل يمن اتحادي كبير؟ ما الذي يجب على سفاراتنا وسفرائنا وجالياتنا في كل أصقاع العالم حتى يعرف العالم ماذا يعني سبتمبر بالنسبة لليمن واليمنيين؟ حياكم الله بداية أخي العزيز، وتحية سبتمبرية أكتوبرية لكم جميعا ولطاقم القناة ولكل أبناء اليمن اليوم قيادة سياسية ولكل أبناء اليمن في الداخل والمهاجر بهذه الثورة العظيمة وذكراها العظيمة. كما تفضلت أخي، واجب السفارات والسفراء أن يكونوا يمنيين يحملون هم اليمن وهم المواطن اليمني ويرفعون راية اليمن عالية ويرسخون هوية يحاول البعض اليوم أن يجعلها تندثر بإطلاق هويات مزيفة لا تنتمي لهذه الأرض ولا لهذا الإنسان اليمني العظيم. اليوم هناك من يحاول أن يطمس هوية 26 سبتمبر بهوية أخرى لا تمت لليمن ولا اليمنيين بصلة. هناك اليوم من يحاول الانتقاص والتقليل من قدر هذه الثورة الأم، يجعل اليمنيين بلا هوية وبلا مسار. لذا الواجب اليوم أن تعاد هذه الجدوى مرة أخرى. لهذا هنا في السفارة في كوالالمبور اليوم أو الليلة أشعلنا ثورة 26 سبتمبر بحضور كل أبناء الجالية لإيقاد جدوى الثورة بالجديد في نفوس اليمنيين. ونحن أيضا نشاهد فعاليات سفارتنا في ماليزيا، تستحق سعادة السفير وكل طاقم السفارة وأيضا الجالية اليمنية في ماليزيا كل التقدير. في كل مناسبة وطنية نراها تبادر في هذا الاحتفاء، كيف يمكن أن نجعل من هذا الاحتفاء منصة للوعي؟ هناك الكثير من أبناء الجالية اليمنية، ربما بعضهم مع أيضا الانصهار في بعض المجتمعات، يجهلون بعض التفاصيل، يجهلون هذه الثورة ويجهلون ثورة سبتمبر وأكتوبر وما تعني بالنسبة ليمن المستقبل. بالضبط، وهذا اليوم ما أكدنا عليه بحضور كل أبناء الجالية هنا في ماليزيا، أن هذه المحطات التاريخية في عمق تاريخ المجتمع اليمني ووجدانه لا ينبغي على الإطلاق أن تمر مرور الكرام. ولهذا مع كل من اعترضوا أو انتقدوا إقامة الاحتفال، هو ليس بذلك الاحتفال الضخم أو المكلف ولكنه احتفال رمزي يحمل دلالة راسخة أن هناك هوية يمنية لا يمكن خمسها،
ولهذا بقاء هذه الجدوى متقدة في نفوس الأجيال القادمة الذين يحاول اليوم البعض أن يشوه التاريخ في أذهانهم وأن يوجد تاريخا وهميا لم يكن على الإطلاق. هذه الاحتفالات وهذه الإقامة لمثل هذه الاحتفالات إنما هي تجدد هذه الجدوى في النفوس وتنشرها لأبناء اليمن في المهاجر والخارج. اليوم نجد كثير من السفارات أو معظم السفارات احتفلت بأعياد الثورة السبتمبرية والأكتوبرية، وهذا بحد ذاته يعطي انطباع على أن اليمنيين حتى وهم في مهاجرهم حتى وإن اقتربوا على أوطانهم إلا أن جدوة الثورة وجدوة الهوية الحقيقية اليمنية ستبقى في عمق وجدانهم. ما هي الرسالة التي تستطيع من خلالها أن لليمنيين سواء في الداخل والخارج لأولئك الأبناء الذين يخطون طريق الآباء في سبيل استعادة الدولة ودحر مخلفات الإمامة؟ أقول للجميع حقيقة اليوم أهداف الثورة السبتمبرية تنادينا، أهداف الثورة اليمنية عموما سبتمبر وأكتوبر تنادينا. اليوم هناك ارتداد عن هذه الأهداف، اليوم هناك المزيد من الجهد المطلوب والتلاحم الوطني مع القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس في المضي قدما نحو مشروع اليمن الاتحادي، لأنه يصب باتجاه تحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر بإيجاد مجتمع العدالة والقضاء على التخلف الظلم والاستبداد. اليوم الكثير ينتقدنا أنه يقول لماذا تحتفلون ولم تتحقق أهداف الثورة السبتمبرية؟ نحتفل حتى تبقى موجودة في أذهان الناس ليمضوا جميعا نحو تحقيقها وإعادتها مرة أخرى. اليوم الناس ابتعدت عن هذه الأهداف وظنت أنها لن تتحقق واختطفت الثورة واختطفت أهدافها. اليوم كل اليمنيين سياسيين مثقفين أكاديميين طلاب كل الناشطين كل المجتمع اليمني اليوم بحاجة، ولهذا اليوم أطلقناها دعوة هنا من ماليزيا أن يتكاتف الجميع وأن يضعوا خلافاتهم جانبا. اليوم الذي يضيع لم تعد منطقة فقط ولم تعد قضية هامشية فقط، الذي يضيع اليوم هو الوطن وهويته. لهذا نرجو ونحن نحتفل اليوم ويحيي ذكرى سبتمبر أن يعود الجميع ليرتصوا صفا واحدا نحو تحقيق أهداف سبتمبر وأكتوبر، لأنها هي الفاصل بين الظلم والاستبداد والعدالة والمساواة وبين الماضي البخيط وبين المستقبل الذي ننشده بإذن الله. الدكتور عادل بحميد سفير بلادنا لدى ماليزيا كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا دعونا أيضا نشاهد هذا الاحتفال الاستثنائي الذي أقامه الأبطال في جبهة نهم شرقي صنعاء وهم يرقبون مدينة اليمنيين وعاصمتها التاريخية والسياسية وهم شغوفون بتحريرها من رجس مخلفات الإمامة. دعونا نشاهد هذه الصور التي أبى أبطالنا هناك تحت أزيز الرصاص واحتدام المعارك إلا أن يشعلوا جذوة سبتمبر في جبال نهم الشاهقة. الله قائد المنطقة العسكرية السابعة وحدات رمزية من المنطقة العسكرية السابعة جاهزة لإيقاد شعلة العيد 57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة. مقدم البلاغ رئيس العمليات. أخي تفضل. جمال سرع. سلام الوطني. سلام سرع. رايتي يا نشيدا من كل شمس.
قلبي يا منية، لن ترى الدنيا على أرضي وصية. جنبان سلاح. ميلان سلاح. في هذه الليلة الخالدة بمناسبة ذكرى العيد 57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة، نقوم بإيقاد الشعلة من هذا المكان الطاهر، مكان العزة ومكان الشموخ في الجيش الوطني في المنطقة العسكرية السابعة. نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لفخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الرك عبد ربو منصور هادي، وكذلك لنائبه الفريق الرك علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية النائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما نرفعها للأخ وزير الدفاع ورئاسة هيئة الأركان. وإننا نجدد العهد والولاء لقيادتنا السياسية بأننا سنسير بإذن الله على درب ثوار ثورة 26 سبتمبر، وأن أهداف ثورة 26 سبتمبر سنتبعها هدفاً هدف، وسنسير بإذن الله على درب الشهداء، وسنعادي من يعادي الجمهورية اليمنية، وسنسالم من يسالم الجمهورية اليمنية. ومن هذا المكان، مكان العزة والرجولة والفداء، نقدم الشكر والتقدير لكل الجنود المخلصين على ربوع الجمهورية اليمنية الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل بلدهم. الرحمة للشهداء، الشفاء للجرحى، الخلود لليمن. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. إذن هذه كانت شعلة سبتمبر في صنعاء في جبال نهم المطلة على العاصمة صنعاء. ننتقل إلى شعلة سبتمبر في مأرب، التي أبت مأرب إلا أن تقود النضال الوطني في سبيل استرداد الدولة واستعادة هوية اليمن والحفاظ على مكتسبات اليمنيين. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. يوم تجسد في الحفل الكرنفالي الشبابي الكشفي الذي أقامته السلطة المحلية بمحافظة مأرب بمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر الخالدة. وترسم في جسدي فرحة انتهايا في قلب الحنون. فإن أنظروني بهذا السؤال، لمن قد وهبت الحياة؟ لمن؟ لكنت بصوت يهد إلى نهر القلب والروح أرض اليمن. أولا بهذه المناسبة الوطنية العظيمة نهني قيادتنا السياسية ونهي أبناء الشعب اليمني كلهم بهذه المناسبة. في هذا اليوم تحتفل محافظة مأرب ويحتفل أيضا الجيش الوطني الباسل بإيقاد الشعلة بمناسبة الذكرى 57 لثورة 26 سبتمبر، تلك الذكرى التي ضحى من أجلها أولئك الثوار الأفذاذ من أجدادنا، نحن إن شاء الله نسير على خطاهم. حفل أوقدت فيه شعلة سبتمبر بيد وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي ومحافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، وقدم فيه شباب الكشافة والمرشدات عرضا شبابيا جسد أهداف الثورة وعلم الجمهورية، وقرأوا فيه وثيقة عهد ووفاء معمدة بالدم ومقدمة لرئيس الجمهورية. وكل وتكون من سوى له نفسه.
بالوحدة والثورة ومكتسباتها مهون على أرض الشهداء. في الفعالية حضرت اليمن بثقافاتها المختلفة في أزياء شعبية ورقصات فلكلورية وأهازيج وطنية جسدت الوحدة الوطنية وعكست التنوع الثقافي والثراء الحضاري الذي تزخر به اليمن. تحتضن مأرب أفراح الثورة كما تحتضن الثوار سواء بسواء لتجسد عمليا حب الجمهورية ومقارعة الكهنوت. محمد الخليصي لقناة سهيل مأرب. يا رشاد وترسم في بسمي فرحة انتهاء يمكن قلب الحرور. فإن أثروني بهذا السؤال لمن قد وهبت الحياة جرى صلبنا التجا فجرنا المختبي وكان النعاس على مخلتيك حسن علي كطائر الأزغبي للسلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش وعودا منا جميعا. الآن نأتي إلى الفقرة الأهم وهي إيقاد شعلة 26 من سبتمبر. يا ولد قبل الشعلة الآن اللوحات التشكيلية لوحة العلم. نعم هنا اليمن، هنا سبأ، هنا الزبيري، هنا لبوزة، هنا القردعي، هنا 26 من سبتمبر المجيد، هنا 14 من أكتوبر ثورتنا المجيدة. هذه هي مأرب، هذه هي مأرب أم الحضارات ورائدة النضال الوطني. ينضم إلينا من مأرب الشيخ عبد الله الباكري وكيل محافظة مأرب. شيخ عبد الله، رأينا هذه اللوحة العظيمة التي رسمتها مأرب. مأرب من يحتفي بهذه الثورة العظيمة، جعلت مأرب من نفسها منطلقا للثورة وللنضال من أجل استعادة الدولة. فيها يحتفي الصنعاني والصعدي والماربي وصاحب والتهامي وأيضا التعزي والعدني وصاحب شبوة وكل تضاريس الوطن. ما هي الرسالة التي أرادتها مأرب وهي تجسد كل هذا الفسيفساء الرحيم؟ أولا هذه لوحة رائعة، السبتمبرية 26 سبتمبر 14 من أكتوبر، هذه الثورة اليمنية التي قضت على الاستبداد والاستعمار والعنصرية والكهنوت. وبفضل الله سبحانه وتعالى ومن جدات الثورة اليمنية هذه أنفع صورة الشباب في محافظة مأرب، مأرب التاريخ، مأرب الثورة، مأرب التي وجهت التي وقفت صامدة شامخة في وجه المد الحوثي الإيراني. طبعا معها وقف جميع أبناء اليمن وكل المحافظات. هنا في هذه المحافظة نحن نفتخر بوجود أخواننا من كل المحافظات، وما شاهدتموه إلا النذر القليل. مأرب هي التاريخ، مأرب هي الثورة، وستظل بأنفع صور المجد والتاريخ. رغم ما تجسده مأرب وما رأيناه من 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 هذه اللوحة، هذه لوحة ملهمة ستبقى عالقة في ذاكرة الأجيال، إلا أنه يعني عقب ثورة سبتمبر لم تحظى مأرب
باهتمام ورعاية من هذه الدولة التي شارك اليمنيون جميعها، والتي كان لابن مأرب القردعي شرف الإزهاق روح الإمامة الخاطئة. لماذا؟ محافظة مأرب وأبناء محافظة مأرب سواء من القردعي أو غير من المشايخ أو من الرعيل الأول من المناضلين سواء في الجيش أو في الأمن، وبعضهم قضى نحبه وبعضهم لا يبال يعيش، هاي السبابة. وللأسف الشديد أنه مأرب أهملت في الماضي وتعمد إهمال هذه المحافظة، لأنها هي كانت ولا تزال رائدة في المد الثوري والنضال المسلح ضد الإمامة البغيضة والكهنوت وضد الاستعمار البريطاني، فهي كانت محطة هامة جدا جغرافية وتوسطها بين المحافظات الشمالية والجنوبية، كان لها الأثر الكبير في المد الثوري سواء في شمال الوطن أو في جنوبه. ومن هنا كان تهميش متعمد. كيف تسامت هذه المحافظة؟ كيف تسامت على هذا التهميش وجعلت من نفسها ملاذا لانطلاق دورة نضال أخرى لا تقل أهمية عن نضال سبتمبر، بحيث تواجه مخلفات الإمامة بهذا الإصرار وبهذا الصمود؟ أبناء المحافظة كانوا يناضلون برغم كل المعوقات برغم كل العراقيل التي كانت تجف في وجه أبناء المحافظة والتحررين من أبناء هذه المحافظة سواء النظام السابق أو الذي قبله، إلا أن هناك إصرار من قبل أبناء هذه المحافظة في استتباب الأمن في توحيد النسيج الاجتماعي. كان هناك من يحاول أن يثير النعرات القبلية المناطقية إلى آخره، لكن بفضل حكمة أبناء ومشايخ ووجهاء هذه المحافظة حقيقة كان لهم الدور البارز في استتباب الأمن في اللحمة الاجتماعية في استقبال أخواننا من المحافظات المتضررة من الانقلاب الحوثي الإيراني. فهذه هنا 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 التاريخ، هنا الوقفة الحقيقية، وهنا مواقف الرجال تأتي في مثل هذه المواقف. إذن هذه المواقف قريب على أبناء هذه المحافظة. يعني نحن أمام منعطف تاريخي هام، ومن الضروري أن نجعل من أهداف وقيم ونضالات سبتمبر وأكتوبر منطلقا لاستعادة دولتنا لبناء اليمن الكبير الاتحادي. كيف نستطيع أن نجعل من سبتمبر ثقافة وعي ونضال يتشربها الطفل قبل الشاب قبل الكبير، تكون شائعة لدى كل فئات المجتمع؟ فضل الله سبحانه وتعالى وشاهدنا في هذه الصور وهذه اللوحات الرائعة للشباب من مختلف محافظات الجمهورية في محافظة مأرب واللحمة الوطنية والالتفاف الشعبي خلف القيادة السياسية مثل بخامس الأخر رئيس الشيخ عبد الرب منصور هادي، والترفع عن المناقصات والالتفاف. هنا يأتي دور أبناء هذه المحافظة لوقوفهم مع الشرعية الدستورية وكذا المحافظات الأخرى. هنا تنبلق فجر التقدم والتطور، وسيتم وعد الانقلاب الحوثي طالما هناك التفافة شعبية وطنية، ترفع عن الصغائر الاكتفاف او القيادة السياسية واهدافنا السبتمبرية التي نطمح اليها سواء في مجال الامن والاستقرار او التنمية المستدامة او بناء الانسان اليمني. نعم، وهو الأهم.
الشيخ عبد الله الباكري وكيل محافظة مأرب، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستمرار في تغطيتنا الخاصة للعيد 57 لثورة 26 من سبتمبر، ثورة 26 من سبتمبر، دلالة الاحتفاء وتضاريس النضال. ابقوا معنا. تسحق الباغي تدك الطلتات في المحال، تسحق الباغي تدك الطلتات. مرحبا بكم من جديد في هذا اليوم السبتمبري العظيم، في العيد 57 لثورة 26 من سبتمبر، وفي تغطيتنا الخاصة والتي عنوان حلقتنا لهذه الليلة وتغطيتنا عن ثورة 26 من سبتمبر، دلالة الاحتفاء وتضاريس النضال. كتب أيضا، نواصل في استعراض أهم ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الثورة العظيمة، ابتداء من الصحفي خالد العلواني، يقول: يا له من تأثير لثورة 26 من سبتمبر، يسري عبر الزمن فيجعل المرء يشعر بأنه يقف في حضرة الشهداء الرواد، يبادلهم الأشواق والتطلعات ويشاركهم الهموم والأمجاد، توقد الشعلة فتشرق القلوب حرية وإباء، ويصدح السلام الجمهوري فترتفع الهامات والهمم إجلالا للوطن عهدا على الدرب. الناشطة سمر ناصر المفلحي تقول: التهاني وأطيب الأمنيات للشعب اليمني في ذكرى العيد 57 لثورة اليمن 26 سبتمبر. كان هذا يوما مهما حيث ضحى الكثيرون بحياتهم ليكون الوطن خال من الظلم الأممي، هكذا تقول. بالتالي خلق شعورا بالوحدة الوطنية نحو الدولة الحديثة. هذا اليوم هو تذكير لجميع الشرفاء بأن النضال الوطني سوف يستمر. أما وزير الإعلام معمر الإرياني فقد كتب يقول عن مأرب: مأرب التاريخ والحضارة، قلعة الصمود تتزين بأحلى حللها لاستقبال الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر المجيدة، ويحق لها ولأبنائها الشرفاء أن يحتفوا بهذه المناسبة الوطنية، فهي من كسرت شوكة الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران ومرغت أنفها في التراب وانتصرت لقيم الثورة الجمهورية. إذن وفي التغريدة التالية أيضا كتب السياسي يسلم البابكري، السياسي من محافظة شبوة، يقول: منذ عدة سنوات مضت لم أشاهد هذا الاحتفاء الكبير بذكرى سبتمبر في عموم الوطن، كل عام واليمن بخير ومتحرر من كهنوت الإمامة والاستبداد والتمزيق والتمزيق، هكذا يقول. أما الصحفي أحمد شبح فقد كتب أيضا يقول: الاصطفاف تحت لواء الثورة والجمهورية ومكتسباتهما والالتفاف حول المشروع الوطني هو الضامن الوحيد للحيلولة دون العودة للإمامة والاستبداد والكهنوت في صنعاء وعدم العودة للشمولية والاستعمار والتأميم في عدن. النجاة في مقاومة مشاريع الماضي ومحاولة العودة للوراء وإعطال غير الريوس، هكذا يقول. أما رئيس الوزراء معين عبد الملك فقد كتب، السفير عبد الوهاب طواف عفوا، قال: 26 سبتمبر هو نتاج لدماء ومعاناة وعرق أبناء اليمن، وشعاره تحيا الجمهورية اليمنية. 21 سبتمبر هو نتاج لحقد وطائفية وألغام ومال وشعوذة ملال إيران ولعنصرية الأئمة وشعارات الموت لليمن واللعنة على اليمنيين والنصر للسلالة ولإيران. أما الدكتور معين عبد الملك رئيس الوزراء فقد كتب أيضا في هذه المناسبة العظيمة، يقول: مثلت ثورة سبتمبر جسرا يقود اليمنيين إلى كل المشاريع الكبيرة من تحفيزها ودعمها لثورة الحرية والاستقلال عن بريطانيا في 14 أكتوبر وصولا إلى استعادة اليمن الكبير، وجسدت الطريق إلى الديمقراطية والتحديث، وكانت سبيل التعليم والإبداع والفن، ورسخت حرية الشعب وكرامة الأفراد.
يضيف الدكتور معين عبد الملك في تغريدة تالية، يقول: مثل ثورة سبتمبر جسرا يقود اليمنيين لمشاريع. إذن هذه التغريدة مكررة، يقول أنجزت. أما نصر طه مصطفى فمستشار رئيس الجمهورية يقول: ستظل ثورة 26 من سبتمبر روح وضمير كل يمني، لأنها أعادت إليه معنى الحياة وجوهرها الإنساني، وصححت مساره التاريخي ودفعته إلى قلب العصر الحديث يتفاعل معه ويتطور به. لقد كانت الإمامة وستظل نكبة اليمن الكبرى ومنطلق مآسيه وسبب معاناته. أما أيضا كتب سفيرنا في الأردن النائب البرلماني علي أحمد العمراني، كتب أيضا في رحاب سبتمبر، يقول: وصمتان في جبين الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، المشروع الحوثي الإمامي الطائفي والمشروع الانفصالي المسخ. بل لقد نال هذان المشروعان لقد نال كثيرا من روح الثورة اليمنية وتضحياتها وغاياتها بعدما يقارب 60 عام على انبثاقهما. واجب أحرار اليمن وطلائعه الوطنية إزالة هاتين الوصمتين إلى الأبد. أما الباحث نبيل البكيري فقد كتب أيضا عن سبتمبر، يقول: لم تكن ثورة 26 من سبتمبر مجرد ثورة مسلحة ضد نظام كهنوتي طائفي فاسد، بل مثلت أيضا ثورة فكرية وثقافية شاملة، بها عرف الإنسان اليمني كينونته في هذا العالم. أما أيمن نبيل فقد كتب أيضا عن ثورة سبتمبر، يقول: في اليمن كانت أولى الثورات على امتداد الوطن العربي في فبراير 1948، ثم حركة 1955، وبعد هذين الفشلين أتى يوم 26 من سبتمبر 1962، خلاصة تعب الماضي ووالد كل الأيام اليمنية الكبرى في القرن العشرين. هذه ذكرى بداية تحول اليمني إلى المواطن، إلى مواطن، واليمنيين إلى شعب. إذن معنا على الهاتف عبد السلام المنصوب، عبد السلام المنصوب أحد قيادات المقاومة في الضالع. أيضا الضالع احتفت بهذه الذكرى، بهذه الثورة. ماذا يعني هذا الاحتفال الاستثنائي وبهذه الثورة العظيمة وفي هذه اللحظة التاريخية الاستثنائية؟ ماذا يعني احتفاء اليمنيين بهذا القدر الاستثنائي وبهذه الروح النضالية والوطنية؟ أستاذ عبد السلام. بداية أسعد الله مساءكم أنت والأخوة المشاهدون. أهلا وسهلا بك. نحن في جبهات شمال الضالع. نعم مساءك سبتمبري مجيد. نحن في جبهات شمال الضالع. نحن في جبهات شمال الضالع نحيي هذه الذكرى، وبيدنا السلاح الناري وباليد الأخرى الشعلة، شعلة 26 سبتمبر الخالدة، لتضيء لنا طريقنا ومسارنا نحو تحقيق أهداف ثورة 26 من سبتمبر وتنقية دولة سبتمبر من شوائب السلالة الطائفية التي ركبت الموجة في مصالحة أواخر الستينات التي كانت بين ثوار سبتمبر وبين بقايا براثن الإمامية من أجل إنهاء الحرب. فركبوا الموجة وجمدوا أهداف ثورة 26 من سبتمبر من عدم ملامستها لواقع وحقائق مؤسسات وطموح ثوار 26 سبتمبر. فنحن تعني لنا هذا الاحتفال إنه احتفال بإرث آبائنا وأجدادنا المنقوش في جبالنا وفي أوديتنا وفي ضمائرنا المجسد في وجداننا وأفكارنا. لا يمكن أن نترك ثورة 26 سبتمبر أن تضمحل أو تستسلم لنفرة 21، لركبة 21، لموت 21 سبتمبر. فثورة 26 سبتمبر يعني لنا أنها حياة أحيت الشعب اليمني، أعادت للشعب اليمني كرامته،
أعادت للشعب اليمني آماله، أعادت للشعب اليمني حريته، حررته من الاستبداد والاستعمار الكهنوتي. فلا يمكن أننا نترك حتى نستمر في تحقيق هذه الثورة بأهدافها وبناء دولتها المدنية وبناء دولة المؤسسات المدنية تحرر من عقلية الميليشيات الطائفية السلالية التي جاءت بنكبات. لا يمكن نثرة نكبة 21 سبتمبر أن تقضي وتطفئ شعلة 26 سبتمبر التي كانت تصدر الحياة والحرية حتى لإخواننا في الشطر الجنوبي سابقا في ثورة 14 من أكتوبر. كان ثورة 26 سبتمبر هي اليد المعاونة والمساندة والمعاونة لثوار 14 من أكتوبر. إذا نحن مستمرون في هذه الخمس سنين من مواجهتنا وفي مواجهتنا بمتارسنا بالنسق الأماني مع ميليشيات الكهنوت الإيمانية التي تخدم أجندة الملال الإيرانية. لا يمكن أن نتركهم يبثمون على عاصمة 26 سبتمبر. فنحن عبركم عبر منبركم الحر نريد أن نحيي في الأعياد القادمة 14 من أكتوبر والثلاث من نوفمبر وبقية المناسبات من العاصمة الحبيبة من عاصمة 26 سبتمبر، ونطلب ونرجو ونلح من قيادتنا السياسية العسكرية الممثلة بالمشير عبد الرب منصور هادي أننا لا نكتفي باحتفالات 26 سبتمبر بالخطابات وبالتغريدات وبالفسبكة. لا بد أن نحيي مؤسسات الدولة سبتمبر بالمدنية والحرية. لا بد أن نحقق الأهداف في أحفاد وأجيال ثوار سبتمبر الذي أرثناها عنهم. فهذا هو المطلوب الذي من أجل أن تجسد هذه حقيقة عملية. فنحن لن نترك حتى نعيد حقنا ونعيد حريتنا وكرامتنا ونعيد هذا الإرث الذي حاولوا الإيمانية أن ينزعوه منا. أحد قيادات المقاومة بالضالع الأستاذ والقائد عبد السلام المنصوب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، كان للمرأة اليمنية كلمتها في هذه الذكرى، في ذكرى ثورة سبتمبر. ماذا قالت المرأة اليمنية وماذا تعني لها ثورة 26 من سبتمبر؟ دعونا نتابع هذا الاستطلاع الذي أيضا يسلط الضوء على ماذا، على يعني مشاعر المرأة اليمنية وتطلعاتها لهذه الثورة العظيمة. قدمت ثورة 26 سبتمبر لليمنيين وخاصة للنساء حياة كريمة، منها يعني قبل ثورة 26 سبتمبر كان النساء مجرد عبيد، هو كانوا مستعبدين النساء والرجال، كانت الحياة فقط الكريمة للطبقة السلالية، أما اليمنيين الباقيين كانوا يعني لا يتمتعوا بأي حقوق، لا حق تعليم ولا حق صحي ولا أي حق من حقوق المواطن اليمني. لكن بعد الثورة من عام 62 إلى 2019 في تغيرات، والنكبة التي حلت على اليمن نكبة الحوثيين يعني أثبتت لنا الذي لا عصر، إحنا الشباب الذي ما عصرنا شيء ثورة 26، أثبتت لنا الدمار والاستعباد الذي كان يعيشوا فيه أجدادنا. لمن يقرأ التاريخ ما بين سطور التاريخ، اليوم أنا أمامك طبعا، وأي مرأة تطلع على شاشة التلفزيون سواء من خلال إنجازاتها كفيلة بأن الصورة تتحدث ماذا أعطت لنا إحنا يعني كنساء هذه الثورة. بالقبل لم يسمع عن وجود المرأة وكأنها كائن ليس موجود، ليس له حق الحياة أو حتى حق الخروج من باب المنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. ثورة 26 سبتمبر هي تعني الكثير، فهي النور المضيء لكل مواطن ومواطنة، وأيضا هي ثورة التحرير وإنقاذ الوطن.
أما بالنسبة للمرأة فهي عطت لها الكثير، فالمرأة أصبحت الآن مدرسة، أصبحت دكتورة، أصبحت المرأة إعلامية حقوقية، المرأة أعطى لها الكثير، فهي الآن مشاركة في كافة المجالات، وهي الآن مشاركة في البناء والتنمية لمجتمعها. طبعا ما أضافته ثورة 26 سبتمبر للمرأة اليمنية هي حررتها من الاستبداد والاستعمار اللي كانت تعيشه آنذاك. طبعا كانت المرأة تفتقر لأبسط مقومات الحياة، لتعليم، لصحة، يعني لكل جوانب اللي تخصها المرأة. يعني الآن أصبحت المرأة اليمنية طبيبة ومهندسة ومربية، ويعني شاركت في شتى المجالات العمل، أصبح لها رأيها المستقل وحياتها المستقلة فيما يخصها. أيضا أصبحت من صناع القرار في السلطة، دخلت في الوظائف، شاركت في الأعمال داخلية وخارجية في الوطن. إذن المرأة اليمنية تكن لهذه الثورة العظيمة الكثير من المحبة، من الود، لأنها أيضا ساهمت هذه الثورة في إظهار مشاركة المرأة في القرار، وأيضا ومشاركتها في الحياة العامة، في التعليم، في الصحة، في كل الجوانب والحقوق التي تليق بالمرأة كشقائق الرجال وكصانعة للتغيير، وأيضا كرائدة للعمل السياسي والاجتماعي. ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الناشط نبيل الفقيه. نبيل الفقيه، وأنت تراقب هذا الاحتفال في كل أصقاع الوطن وأيضا في كل أصقاع الدنيا، اليمنيون أيضا، الجاليات اليمنية في مختلف الدول شاركوا، اليمنيين شاركوا أنفسهم في هذا الاحتفال وفي هذه الفرحة. ماذا يعني ذلك، عودة هذا الوهج وهذا النور وهذا الإشراق لهذه الثورة ولأعيادها وذكراها؟ أخي محمد، أولا نبارك للشعب اليمني وهذه البهجة السبتمبرية، وإن دل على شيء فإنما يدل أننا لمسنا الكهنوت الإمامي عن قرب. صحيح أننا هذا الجيل الذي الآن نحن نحتفل سواء في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على الأرض، سواء في كل الميادين، سواء في الصف جنود وضباط وكذلك مدنيين وفي تعز وفي كل مكان والجاليات، نحتفل بهذه البهجة الكبيرة بعد مرور 57 عام على هذه الثورة، لأننا هذا الجيل بالذات قرأناه عبارة عن نصوص وتاريخ ناقص ومنقوص عن الإمامة والكهنوت، وكان نعتبر أنها قصص خيالية، لكن عندما رأينا الكهنوت الإمامي يمارس أبشع الجرائم وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة وبنفس النمط وبنفس السلالية وبنفس الأفكار التي كانت عليها، بل وأقدر رأيناه أمام عيوننا ومورست علينا، فعرفنا قيمة ثورة 26 سبتمبر، عرف الجميع ماذا تعني كانت 26 سبتمبر. النظام السابق عندما حولها جعلها كأنها شيء تابع له ويحتفل بالسبعين مع بعض رجالات الدولة، ونحن نقرأ النصوص وبعضها، وعرفنا عن الزبيري أنه شاعر، وعن النعمان أنه كاتب، وعن فلان أنه كان ثائر، لكن هل عرفنا ماذا تعني قيام ثورة 26 سبتمبر والتحويل يعني كانت أعظم ثورة منذ 1200 عام عندما أسقطت الإمامة والكهنوت الإمامي والسلالية البغيضة وكل الأفكار التي كانت عليها، وأتت بثورة ودستور، وهي ثورة 26 سبتمبر أنا أعتبرها دين اليمنيين في حياتهم الوطني الذي أخرجتنا من ظلمات الإمامة إلى نور الجمهورية والدستور وغيرها. الأخطاء التي مورست بحق الثورة صنع نخبتنا، صحيح أنهم أخطأوا عندما جعلوا السلاليين يتسللون مرة أخرى وينقلبوا، لكن الوهج هذا السبتمبري يا أخ محمد والاحتفالات في كل الأماكن إن دل على شيء فيدل على أن صنع خلال الأحداث هذه الخمس سنوات فقط صنعت وعي مجتمعي يعرف ماذا تعني السلالة، وعندما سينهار السلاليون هؤلاء والكهنوتيين الجدد سترى كم سينتقم اليمنيون من السيطرة،
ماذا يعني هذا؟ والثورة 26 سبتمبر التي كانت أهدافها واضحة ورجالها واضح، تخيل لو قرأنا القصص أو بعض القصص يعني ماذا كان يمارس الكهنوتيين. تخيل الرئيس الرئيس عبد الرحمن إرياني عندما كان في قبل أن يكون رئيسا في عام 57 يبعث 1957 يبعث برسالة خطية إلى الإمام يحيى إلى الإمام أحمد في سعي يستأذنه أن يشتري راديو. تخيل حجم الكهنوت هذا، وكان يمنعه الإمام بحجة أن هناك إذاعة صوت العرب التي تبث أغاني أم كلثوم الأغاني حرام، وهو لا يريد للشعب أن يعي. تخيل حجم الجحيم المجتمعي عندما نقرأ المذكرات، أنا أدعو وأناشد أن تدخل هؤلاء مذكرات الإرياني وكذلك النعمان وكذلك كل هؤلاء المذكرات التاريخية أن تدخل في مناهجنا ومناهج الطلاب لكي لا يتسلل مرة أخرى إلينا. نعم، كل التحية لك الناشط والإعلامي نبيل الفقيه، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. لابد أن تدرس مذكرات الثوار ونضالاتهم وتضحياتهم ومآثرهم وقيم هذه الثورة لكل الأجيال. لابد أن يعرف اليمنيون جميعا عظمة هذه الثورة. إذن دعونا أيضا ننتقل إلى ما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، ابتداء من أحمد الأشول، حيث كتب يقول أحمد الأشول: أنا ابن 26 سبتمبر، في ظلها حصلت على تعليمي، في كنفها حصلت على هوية اليمنية، في أيامها حصلت على حقي في اختيار مرشحي، والله وبالله وتالله لو ما كان من 26 سبتمبر إلا أنها دكت حصون الإمامة لكفاني هذا الإنجاز أن أتمسك به وأقتل من أجله. أما الصحفي ووكيل وزارة الشباب والرياضة شفيع العبد فقد أيضا كتب وهو يقول ويتألم لما وصل إليه حال البعض، يقول: مؤلم الحالة التي وصل إليها البعض من إنكار لهويته وتجاهل مناسباته الوطنية في الوقت الذي يحتفي فيه بأعياد بلدان أخرى ويتغنى بمنجزاتها ولو كانت هلامية. 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر ثمرات نضالات الحركة الوطنية اليمنية التي صنعها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أما الباحث والكاتب محمد صلاح فقد كتب أيضا في محراب سبتمبر، يقول: يوم 26 من سبتمبر هو اليوم الذي استجمعت فيه اليمن كل إرثها الحضاري والروحي وأطلقته في قلب الإمامة المظلم، وقوضت فيه منظومتها العبثية التي حوت كل عوامل الانهيار والخذلان للروح اليمنية التواقة لقيم الحرية والعدالة والمساواة والمواطنة والمتطلعة للبناء والتعمير. الكاتب والباحث والمحلل السياسي نبيل البكيري أيضا كتب يقول: أوشكت مضامين وأهداف ثورة سبتمبر 26 سبتمبر الجمهورية الوحدوية الديمقراطية على الأفول والتلاشي في قلوب اليمنيين وأذهانهم، حتى عادت جحافل الإمامة اليوم فأوقدت بعودتها وهج سبتمبر في قلوب اليمنيين من جديد، وانطلق مارد التحرير مرة أخرى لإيقاف هذا الارتداد الخاسر للإماميين الكهنة. أما الصحفي مصطفى راجح فقد كتب أيضا عن سبتمبر، يقول: في اللحظة التي أصبحت فيها ثورة سبتمبر وجمهوريتها بلا آباء وبلا أدعياء، أصبح كل اليمنيين معنيين بها، هم آباء أبناؤها وأصحابها. في الزمن الذي أصبحت فيه شعلة سبتمبر غريبة ولا تجد من يوقدها انبعثت من جديد لتتقد في وجدان كل يمني. الناشط الحقوقي رياض الدبعي أيضا كتب عن سبتمبر، يقول: قامت ثورة 26 من سبتمبر للقضاء على الفقر والجهل والمرض، وانبثقت جمهورية فتية ليأتي كابوس الحوثيين في 21 من سبتمبر 2014 بصبغة كهنوتية مقيتة نسفت ما بنته الجمهورية، ومستجرا أحقادا طبقية وطائفية. أما العميد عسكر زعيل فقد كتب أيضا
تغريدة عن ثورة سبتمبر، يقول: سيظل فجر ثورتي سبتمبر وأكتوبر نورا يشرق في سماء الوطن، يستمد منه كل الأحرار ضياءهم وهدايتهم لمواصلة المضي في طريق الحرية والكرامة ورفض الاستعباد والارتهان لعصابات أرادت أن تعيد الظلام بلونه القاتم، تحاول عبثا إعادة عجلة التاريخ إلى عصر الكهنوت وتقبيل الأقدام والتمييز المذهبي المقيت. أما صالح منصر بن علي فقد كتب أيضا عن شعلة سبتمبر، يقول صالح منصر: إيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر في مأربة وشبوة وأبين وتعز وحضرموت والمهرة وسقطرة، تبقى الشعلة الطافية في المناطق التي تحت سيطرة الانقلابيين الجدد والقدامى، يطفئون شعلة الحرية لأنها مصدر إزعاج لمن تعودوا على العبودية، دمت يا سبتمبر التحرير. أما الصحفي خالد العلواني فقد كتب أيضا عن ثورة سبتمبر، يقول: ثورة 26 من سبتمبر هي باختصار حقي وحقك وحقها في الحرية والكرامة والمساواة والتعليم والخدمات العامة ومنصب الرئاسة والكهنوت، اغتيال لكل الحقوق والحريات وهبوط بمقام الإنسانية إلى مربع السخرة والعبودية للإمام الصنم. يضيف أيضا خالد العلواني في تغريدة له، يقول: لا يجتمع الإيمان بأهداف ثورة 26 من سبتمبر وقيمها ومبادئها وخرافة الاصطفاء السلالي ولوثة الامتيازات الطبقية الآثمة في قلب واحد، فكيف للنور والظلام أن يجتمع في حيز واحد؟ سفيرنا في ماليزيا الدكتور عادل بحميد أيضا كتب عن سبتمبر، يقول الدكتور عادل بحميد: 26 سبتمبر ميلاد وذكرى ومسار، تأتي الذكرى 57 لثورة 26 من سبتمبر لتجدد في اليمنيين روح الثورة الأم التي أنهت عقودا من الاستبداد الكهنوتي، يوم أن أطبق على الوطن وأبنائه فسامهم الجوع والفقر والمرض. محمد السوكة الكاتب والصحفي من أبين، مرحبا بك أستاذ محمد، وأنت أيضا تراقب مشاهد الاحتفاء الاستثنائي لهذه الذكرى ولهذا العيد الثوري، عيد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر، وأبين أيضا شاركت في هذا الوهج. ما هي الرسالة التي أرادها اليمنيون شمالا وجنوبا شرقا وغربا وهم يحتفون بهذه الثورة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذي، تحية أنقل تحياتي لقيادتنا السياسية وكل الشعب اليمني العظيم لهذا اليوم التاريخي المجيد. إذا تحدث عن ثورة 26 سبتمبر يريد كتب وكتب وكتب كثيرة تحدثنا عن ثورة 26 سبتمبر. ثورة 26 سبتمبر الثورة الأم التي أخرجت الشعب اليمني من بوتقة الظلم والطغيان والتخلف والمرض إلى النور. لولا ثورة 26 سبتمبر لما قامت ثورة 14 أكتوبر لقد ضحى الرعيل الأول للثورة بأغلى ما يملكون لكي نعيش نحن في هذه اللحظات. ثورة 26 سبتمبر التي شارك فيها كل ابناء الشعب اليمني من شماله وجنوبه من شرقه وغربه، حققت هذا الانجاز وهذا الانتصار بتلاحم الشعب اليمني ووقوف الشعب اليمني في صف واحد، والكل كان ابناء المحافظات الجنوبيه والشرقيه اتجهوا الى صنعاء لتحرير صنعاء، ثم بعد نجاح الثوره 26 سبتمبر كل هؤلاء اتجهوا الى عدن لتحريرها من الاستعمار البريطاني. ماذا اقول؟ ماذا نتحدث؟ يعني اقول استعجز الكلمات وعن ويعجز اللي كان عن الانشاء لهذه الثوره العظيمه، لهذه الثوره الام بما قدمته، بفضل هذه الثوره بفضل هذه الثوره نحن اليوم يعني نسعد ونعيش بعد ان خرج ابائنا واجدادنا من الظلم والطغيان. لماذا تحاول المشاريع الصغيره ومخلفات الامام استهداف قيم هاتين الثورتين، الثورات اليمنية الوطنية ثورة سبتمبر وأكتوبر،
وقد شارك فيها. نتذكر أن لبوزة وراجح لبوزة شارك أيضا ثوار سبتمبر في حجة وغيرها، وثوار أيضا سبتمبر شاركوا ثوار أكتوبر في طرد الاستعمار. لماذا يحاولون استهداف هاتين الثورتين العظيمتين؟ أخي الحبيب، هذه مشاريع صغيرة مثل أو كما يقال بأن فقاقيع الصابون أو أوراق الخليج. يعني أول ما تبي هبت ريح شبت الساقط ثورة 26 سبتمبر و14 سبتمبر، يعني في عمق التاريخ صعب جدا الواحد يتعب المشاريع الصغيرة، المشاريع الصغيرة هذه. ويخطأ 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 من يعتقد بأنه سيعيد عجلة التاريخ إلى الوراء بهذه المشاريع الصغيرة. الشعب اليمني قد شب وخارج عن الصوت الذي يفكر فيه المتآمري والخونة الجدد بالثورة اليمنية. أكد لك بأن كل أبناء المحافظات الجنوبية هم شخصا واحد مع أبناء المحافظات الشمالية من أجل الدفاع عن الثورة اليمنية والوحدة اليمنية. ولا تصدق هذه المشاريع الصغيرة، لا تصدق. أنا أقول للشعب اليمني ترك والذي في الخارج لا يصدقوا هذه المشاريع الصغيرة، هذه سوف تسقط هذه المشاريع. هل هناك تخادم بين تلك المشاريع؟ هل هناك تخادم؟ يعني ماذا يعني؟ هل هناك تخادم وتواصل واتصال ما بين هذين المشروعين، مشروع المخلفات الإمامة والمشروع الصغير الذي يحاول أن يقسم اليمن ويجزئه؟ بكل تأكيد هو الانقلابيين في صنعاء هم نفس الانقلابيين اللي موجودين في الجنوب، اللي هم نفسهم والممول الواحد. يا أخي أقولها كده بصريح العبارة، أن دولة الإمارات ماذا تريد؟ هذه الدولة الصغيرة من اليمن، اليمن يعد آلاف السنين مقابل هذه الدولة اللي عام في عام 72 يعني عمرها وعمر أحد أولادي. تريد أن تتطاول على اليمن أو تجيب تفرق مثل هذه المشاريع، هؤلاء تبغى يتساقطون. أكد لك وأجزم من خلال عمري الطويل هذا أن كل المشاريع سوف تسقط، سوى الإمارات اللي يراهن عليها، اللي تراهن عليها كذا بالحق الواحد دولة الإمارات لم ولن تتحقق. لأن هؤلاء هو مشروع وهمي، كما خرجوا من الصومال يخرجون، نعم، من عدن. تكذب لأنك يخرجون من عدن. نعم. الصحفي والكاتب محمد السوكا، كنت معنا، الصحفي المخضرم والكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لك. إذن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مشاهد إيقاد الشعلة 57 لثورة 26 من سبتمبر في حجة. نيابة عن قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، نرفع باسمنا التهاني للقيادة السياسية المتمثلة بالمشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وكذلك نائب رئيس الجمهورية
الفريق علي محسن الأحمر، ونهنئ جميع أفراد المنطقة وضباط المنطقة العسكرية الخامسة بهذا الحدث العظيم. يوم من الدهر لم تصنع أشعته شمس الضحى، بل صنعناه بأيدينا. نعم صنعناه بأيدينا، بأيدي الأحرار، بأيدي الكبار، بأيدي الناس الذين أرادوا لهذا البلد أن يتحرر من الكهنوت، من العبودية، من الاستبداد. أرادوا لهذا الوطن أن يكون حرا أبيا يعيد تاريخه وتاريخ أجداده، ملء السماء وملء الأرض وملء البحر. جماهيرنا ومواطنونا، نعاهدكم، نحن في القوات المسلحة اليمنية بشكل عام وفي المنطقة العسكرية الخامسة بشكل خاص، بأننا سنحافظ على أمن وسيادة الوطن ووحدته، وسنظل هكذا مدى الحياة، أما النصر وإما الشهادة. إذن رأينا هذه المشاهد التي تثلج الصدور وتبعث البهجة وتبعث البهجة والفرحة في قلب كل يمني من محافظة حجة، وهم يناضلون ويكافحون ضد مخلفات الإمامة. لدي الشيخ ناصر دعقين، وكيل محافظة حجة. مرحبا بك شيخ ناصر. يعني يعيش اليمنيون لحظات استثنائية رغم الآلام والأوجاع التي أيضا يكافحون من أجل أيضا يدفعون ثمنها بسبب مخلفات الإمامة أيضا. ما أهمية أن نعيد للوجدان اليمني جذوة سبتمبر، نضال سبتمبر، رموزها، مساراتها، دروبها العظيمة في سبيل استكمال استرداد الدولة ودحر مخلفات الإمامة وبناء اليمن الاتحادي الكبير؟ في البداية أخي العزيز اسمح لي أن أنتهز هذه الفرصة ونتقدم باسم السلطة المحلية والقيادات والقوى السياسية في محافظة حجة وباسم أبناء محافظة حجة أن نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لفخامة الأخ رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي، ونائب رئيس الجمهورية فريق علي محسن صالح، ورئيس مجلس النواب ورئيس دولة رئيس مجلس الوزراء بمناسبة أعياد ثورتي 26 سبتمبر وأكتوبر. هذا العيد اليوم المبارك، عيد 26 سبتمبر، عيد مجيد، عيد له طعم ومذاق خاص. نحن اليوم نحتفل بثورة 26 سبتمبر لما شاهدنا بعد انقلاب ميليشيا الحوثي المتمردة الانقلابية التي تسعى بعودة الشعب اليمني إلى عهد الإمامة وإلى النظام البائد الحكم الكهنوت الرجعي المتخلف. شاهد الشعب اليمني اليوم ممارسات هذه العصابة وهذه الجماعة المنقلبة الذي تريد أن تنقض على ثورة 26 سبتمبر. لكن أدرك أبناء شعبنا اليمني العظيم أن ما قاموا به أحرار ثورة 26 سبتمبر ورجالها الأبطال بتحرر وتحرير اليمن من حكم الإمامة، لقد شاهدوا هذه الممارسات اليوم واسترجعوا إلى العهد الماضي البغيض. أدرك أبناء شعبنا اليمني وعلى وجه الخصوص قواتنا المسلحة الجيش الوطني الأبي الذي قدم كل التضحيات من أجل ولا زال يقدم التضحيات الكبيرة من أجل استرداد الدولة والجمهورية والنظام الجمهوري. أخي العزيز، أفراح بثورة 26 سبتمبر هي كبيرة وجليلة وعظيمة، هي ذكرى للحرية، ذكرى لعودة اليمن إلى الحرية وإلى الكرامة الإنسانية. نحن لا نقبل ولن يقبل شعبنا اليمني بالعودة إلى الحكم الإمامي البغيض، إلى عهد النظام، إلى عهد الاستعبادي والريكي وغيرها، إلى الجهل، إلى المرض، إلى التخلف. الشعب اليمني شب عن الطوق، بل يشكر هذا الشعب الأبي الذي استطاع أن يحمي جمهوريته وثورته وسبتمبر وأكتوبر برجاله وأبطاله. هذا فخر وهذا يوم عظيم، يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى له ما بعده احتفالنا احتفال كبير
وقد شاهدنا الجيش الوطني في كل ربوع اليمن وهو يقدم هذه الاحتفالات ونشاهد الاحتفالات الكبيرة التي يمارسها الجيش الوطني في كل مناطق اليمن. الشيخ ناصر دعقين وكيل محافظة حجة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام مستمرون فيها تغطيتنا الخاصة بمناسبة العيد 57 لثورة 26 من سبتمبر، وموضوعنا في هذه عن ثورة 26 من سبتمبر دلالة الاحتفاء وتضاريس النضال. ابقوا معنا إلى ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذه التغطية الخاصة. دمت يا سبتمبر التحرير يا فجر النضال، ثورة تمضي بإيمان على درب المعالي، تزحف الباغي تدك الضل تاتي بالمحال. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا اليوم السبتمبري العظيم في تغطيتنا الخاصة للعيد 57 لثورة 26 من سبتمبر. دعونا نتابع هذا الاستطلاع الذي أيضا استطلعنا آراء الأكاديميين عن أهمية ثورة سبتمبر وقيمها ونضالات رجالاتها. ثورة 26 سبتمبر كانت ثورة مباركة، لو لم يكن منها إلا أنها أنهت الجهل والفقر في بلاد اليمن، ولولا هذه الثورة بعد الله عز وجل لما درسنا ولما فتحت الجامعات ولا المدارس ولا استمر الفقر طوال الفترة الماضية. وهذه الثورة قضت على يعني حكم الإمامة لمدة 1200 سنة، هذه المدة التي يعني انتهى تاريخ اليمن منذ دخول هؤلاء الأئمة. لكن اللافت في ثورة 16 سبتمبر أنها كانت ثورة ضد العنصرية، ضد السلالية، ضد أفكار لا تمت إلى الإنسانية، لا تمت إلى الإسلام، لا تمت إلى أي مبدأ إنساني موجود. كون هذه الثورة على أناس يعتبرون أنفسهم أنهم مصطفون من الله، أن الله عز وجل هو اختارهم، اختارهم أن يكونوا أسيادا، اختارهم أن يكونوا حكاما، واختار غيرهم أن يكونوا عبيدا. فقيمة ثورة 16 سبتمبر ليس فقط في أنها ثورة نظام ضد ثورة شعب ضد نظام، لا، ثورة ضد نظام يختلف عن كل الأنظمة الدكتاتورية، لا، نظام عنصري سلالي لا يمت كما قلنا إلى الإسلام ولا إلى الإنسانية ولا إلى العروبة بأي صلة. يوم 26 سبتمبر تجسد في أهداف الثورة المباركة التي حملت الستة الأهداف في تحسين مستوى الإنسان اليمني في مجال الاقتصاد، في مجال التعليم، في مجال بناء جيش وطني قوي يحمي وطنه ويحمي بلده، في مجال أيضا التنمية للوطن إلى غير ذلك من الأهداف. ف26 سبتمبر يعني للإنسان اليمني والمواطن اليمني ميلاد موطن جديد وميلاد جديد للمواطن كمواطن وللبلد كبلد. 26 من سبتمبر هو مولد جديد لليمن، ومحطة تحولت فيها اليمن وانتقلت فيها اليمن من خارج التاريخ إلى وسط التاريخ. 26 سبتمبر هو حياة اليمنيين، وهو بداية النور وإشراقة العهد الجديد، وإذانا بنهاية عهد الظلام، عهد الإمامة، عهد الاستبداد، عهد الجهل والتخلف والمرض الذي عانى منه اليمن طويلا. يوم 26 سبتمبر يوم الحفاوة، يوم يستذكر فيه الناس ليل مظلم أطبق على حياة اليمنيين، يوم أشعلت فيه شرارة الحرية وفتح أمام الشعب اليمني معالم أفق الرحب